سلام دراري، لاباس عليكم. اول حاجه مرحبا بكم في قناتكم دائر اش ا. في هذا الفيديو غنبداو اول شابيتر في الاناليز 1 اللي كيهضر على لي سويت. غنحاول نقسم الشابيتر على شكل دي فيديو باش اللي عنده شي حاجه ومهتم بها غيتفرج فيها. غتلقاو كل شيء على شكل بلاي ليست في القناه ديالكم، غنخلي لكم ليان هنا. في هذا الفيديو غنهضروا على لي سويت ماجوري مينوري بورني، وغنخدموا تمارين اللي غيخليونا نكونوا ضابطينهم مزيان ونجيبوا المونسيون علاش لا. سو يلا نشوفوا شنو مخبي لنا الفيديو. واجدين يلا نبداو. المهم اول نوع ديال المتتاليات غنبداو هاد النهار هو لي سويت ماجوري او المتتاليات المكبوره. تعريف كيقول لينا بلي عندنا لا سويت اديت ماجوري سي اكزيست ان غيال ام، واحد الغيال ام. انا كتبت هنا ام كبيره باش تقاق على ام كبيره غادا مع مكبوره، حيت عندنا مكبوره خديت ام كبيره. تيل كو كيل كو سوا ان ابارتيان ان لونسومبل دي نومبر ناتوريل، عندنا يو ان اي انفيريور او ايغال ام. الناس اللي قراو بالعربيه عندنا المتتاليه كنقولوا لها بلي هي مكبوره، المتتاليه كنقولوا بلي هي مكبوره ملي كيكون عندنا واحد العدد اللي هنا سميناه في هذه الحاله سميناه هو ام، بحيث مهما يكون ان ابارتينا ان، ولكن اللي كنهمنو هو باللي راه تقدر تكون عندنا هذيك المتتاليه ما معرفاش في الزيرو، يعني ان يقدر يكون تساوي الزيرو، ولا هذيك المتتاليه ما معرفاش في شي عدد يقدر يكون هذيك ان تساوي هذيك العدد. المهم حنا كنقولوا باللي كيلكو سوا ان ابارتينا ان يو ان اي انفيريور او ايغال ام. تفهمنا؟ دابا خاصنا نكونوا عارفين واحد القضيه باش نفهموا هذا الشيء باش نضبطوه، وبلا ما نبقاو نحفظوا خصنا نكونوا عارفين واحد القضيه. عندنا ثلاثة درنا هذا الرمز باللي ثلاثة راه اكبر من جوج، ثلاثة اكبر من جوج قطعا. مثلا هذه الكتابة هذه يمكن لها تقرا على جوج، تقرا على جوج ديال الاشكال. يمكن لينا نقولوا راه باللي راه ثلاثة راه اكبر من جوج، ويمكن لينا نقولوا باللي راه جوج راه مكبورة بواحد العدد اللي هو ثلاثة. وفي نفس الوقت اللي كان نركز عليه راه باللي راه تقدر تكون نقدر نديرو من غير ثلاثه نديرو شي عدد واحد اخر. يعني شنو كنستنتجو عاوتاني من القضيه؟ راه باللي هذيك المتتاليه راه يمكن لي يكون عندها واحد العدد واحد اخر اللي ماجوغيفي، يعني راه باللي هذاك العدد اللي هو ماجوغو هذيك ام راه يمكن لي يكون ماشي غير عدد واحد، يمكن لي يكون مجموعه ديال الاعداد. يقدر يكون بحال مثلا انا نقول راه باللي ان راه هي صغر من او تساوي من واحد، وصغر من او يساوي باللي جوج، وصغر من او يساوي من ثلاثه. المهم حنا تنقلبوا على اصغر عدد يمكن ليها تكون صغر منه، وتنستنتجوا منه راه باللي هذيك المتتاليه مكبوره ولا مصغوره. اما واش غير كاين غير عدد ولا اكثر من عدد، ديك الساعه كتمشي على حساب المتتالي. كاين المتتالي اللي عندها غير عدد واحد، وكاين المتتالي اللي ما عندها حتى شي عدد. المهم على حساب الحالات اللي غنشوفو اللي غنشوفو حنا من قدام ان شاء الله، من هنا لقدام ان شاء الله. المهم كما قلنا راه كنقولوا باللي هنايا كنقولوا باللي راه جوج راه مكبوره بواحد العدد اللي هو ثلاثه في هذه الحاله. يعني كنقولوا عاوتاني باللي راه كاين واحد العدد اللي هو اكبر من جوج اللي هو ثلاثه. هذا الشيء اللي شنو كتعني ماجوري. دابا هنا راه تنقولوا راه باللي هاد جوج راه ماجوري بثلاثه، هاد جوج راه ماجوري بثلاثه واخا راه يصغر، واخا حنا راه عندنا هاد العدد هاد الرمز هذا كيبين لنا راه باللي راه جوج راه صغر من ثلاثه، ولكن راه كنقولوا باللي جوج راه مصغر مكبوره بواحد العدد اللي هو ثلاثه، راه ماجوري بثلاثه. راه كنركز عليها بزاف راه حيت كتلفوا في هاد القضيه. خاصكم تعرفوا باللي راه كاين واحد الضد بيناتهم. دابا باللي ملي كيكون عندنا راه باللي اكبر، ملي كتكون عندنا اكبر راه كاينه مينوغي، وملي كتكون عندنا اصغر راه ماجوري. دابا راه قلنا راه باللي جوج راه صغر من ثلاثة، ولكن راه جوج راه مكبوره بواحد العدد اللي هو ثلاثة. هذا هو المطن، ما عندنا ما نديرو مقلوب هادشي، ما عندنا ما ندير. راه جوج راه مكبوره بواحد العدد ثلاثة اللي هو ثلاثة، وعندنا عاوتاني راه باللي جوج راه صغر من ثلاثة. الصغار كتمشي مع مكبوره، واكبر كتمشي مع مصغوره. حنا نوصلوا للمصغوره وندويو عليها. من بعد ما شفنا لي سويت ماجوري وعرفنا شنو كتعني ماجوري وشنو كتعني العدد، شنو الفرق بينها وبين اصغر ولا اكبر، غنشوفوا دابا لي سويت مينوري او المتتاليات المصغوره. الناس اللي قراو بالفرنسي بالعربيه التعريف كيقول لينا بلي La suite UN est dite minore s'il existe un réel M tel que quel que soit N appartient à N, UN راه كبر من أو يساوي M. عاوتاني حنا ما فهمناش شنو هو أكبر من أو يساوي، حنا نرجعو ليها بعدا ندوزو للناس العربية. المتتالية كنقولو ليها بلي هي مصغورة مينوغي مصغورة
ملي كيكون عندنا واحد العدد ام غير هو خصو يكون غيال. واحد القضيه مركزش عليها في المتتاليات المكبوره، هذاك ام كيلكو سوا، واش ام كبيره ولا ام صغيره، واش العدد اللي غيكون مصغوره به ولا تكون عدد مكبوره به، راه يمكن ليه يكون تساوي اي عدد كاين في لونسومبل اخ، لونسومبل دي نومبر ريال كما كان هذاك العدد، راه يمكن ليه تكون يكون تساوي هذا ام، غير هو خصو يكون غيال كما قلنا، كما كان العدد واحد على جوج الجذر اللي كان ما مابقاش نقولوش الانواع، ولكن اللي كان غير هو هاد ان خصو ضروري يكون تي ابارتينا ان. راه ما كنقولوش راه بلي اي واحد على جوج، ولا كنقولوا اي 3 على 5 ولا شي حاجه هكا، راه كاين غير اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش هاد ان ضروري يكون عدد طبيعي، حيت ان هاد لونسومبل ان راه لونسومبل دي نومبر ناتوريل، ولونسومبل ان راه لونسومبل دي نومبر ريال، واللي كيجمع الاعداد كاملين بصفه عامه كيجمع الاعداد كاملين كما كانوا. ما علينا، دابا خاصنا نكونوا عارفين، اللي خاصنا نكونوا عارفين باللي ملي كنقولوا راه عندنا جوج راه صغر من ثلاثة، ولا كنقولوا راه بلي ثلاثة راه كبر من جوج، هنا هاد الكتابة يمكن لها تقرا على جوج ديال الاشكال، يمكن لنا نقولوا راه بلي ثلاثة كبر من جوج، بحال هنا تنقولوا يو ان راه كبر من ام، ياك ثلاثة راه كبر من جوج، ولا يمكن لنا نقولوا راه بلي راه ثلاثة راه مصغورة بواحد العدد، مصغوره بواحد العدد اللي هو جوج، واخا هي كبر من جوج ولكن راه مصغوره بواحد العدد اللي هو جوج، بحال كنقول راه بلي كاين واحد العدد اللي قل منها، كاين واحد العدد اللي هو صغر منها اللي هو جوج، وكما قلنا قبيله راه يمكن يكون اكثر من عدد، يمكن لي يكون اكثر من عدد، بحال دابا مثلا 3 راه كبر من جوج، كبر من واحد، كبر من زيرو، ياك يعني تهاد ام راه يمكن لي يكون تساوي كلكو سوا، المهم خصو غير يكون يساوي عدد حقيقي اول حاجه، وعلى حساب عاوتاني يو ان، راه كل متتالية وعندها لي مينوغون ديالها وكي عندها لي ماجورون ديالها، خص يعني دابا حنا ماشي غنمشيو نحفظو كاينين دي مينوغون خصنا نحفظوهم ولا دي ماجورون خصنا نحفظوهم، لا كتشي على حساب التمارين وعلى حساب لا سويت تفهمنا، وكاين التمارين اللي تيقول لك انت جبد لي ما جبتش لي اونسومبل ديال لي ماجورون، تيقول لك جبد لي غير عطيني غير ماجورون واحد، يعني انت قدرتي تقلب لي غير على ماجورون واحد وتعطيه لي تفهمنا. المهم عرفنا دابا شنو هما لي سويت مينوغي، وعرفنا شنو هما لي سويتش ماجوري، وعرفنا شنو الفرق ما بين اكبر واصغر، وشنو الفرق ما بين ماجوري ومينوري. دابا غندوزو للنوع الثالث، دابا بقات لينا حاله واحده باش ندوزو للتطبيق اللي هي لي سويتش بوغني، نقدروا نقولوا لها بالعربيه المتتاليات المحصوره، المتتاليات المحصوره هما لي سويتش بوغني. هنا هذه ما كتحتاجش شي تعريف باش ما تبقاش تحفظ غير بزاف تبقى غير تحفظ. المهم بوغني كتعني لنا باللي هذيك لاسويت راه هي ماجوري اي مينوري، كنركز اي ما كاينش او، خاصها تكون ماجوري اي مينوري، خاصهم يكونوا جوج ديال الشروط مدايرين، يعني ملي كيقول لك هو بين لي راه باللي هاد لاسويت راه بوغني خاصك تبينها لي راه باللي هي راه ماجوري اي مينوري، تبين راه باللي هي ماجوري اي مينوري، راه كنركز على هاد القضيه. ولكن واحد لاسيوس ملي كيقول لنا هو بينها بلي هي ماشي بوغني، ملي كيقول لك بينها لي راه ماشي بوغني، جا عندك التمرين وقال لك بينها لي راه بلي هي ماشي بوغني، يكفي انك تبينها ليه هي راه ماشي ماجوري، ولا تبينها ليه ماشي مينوري بلا ما تقضي الوقت، هو راه لا بينتيهم لي بجوج ماشي مينوري وماشي ماجوري، راه قدرت تكون عندك صحيحه، ولكن راه تقدر تكون عندك شي متتالي اللي هي ماجوري ولا مينوري ولكن ماشي بوغني، علاش؟ حيت ما فيهاش الشروط بجوج، يعني هو ملي يقول لك بينها لي بوغني انت شوف شنو هي الحاجه اللي تقدر تخرجك دغيا وتبينها راه بلي ماشي ماجوري ولا ماشي مينوري، انت تبان لك تبان لك هذيك المتتاليه راه بلي ماشي مينوري، صايب بدا بها وبلا ما تكمل بدا قول لي راه بلي هذه ماشي بوغني، دونك راه هي ماشي بوغني، هي راه ماشي مينوري ولا ماشي ماجوري، دونك راه اللي هي بلي ماشي بوغني وصافي، وسالينا مع هذه المتتاليه، يعني هذا لي سويت صافي سالينا معها، خاصك تبين خاصك غير تكون عارف شنو هو الفرق ما بين ماجوري ومينوري، وشنو هو تكون عارف شنو هي ماجوري شنو هي مينوري، تكون عارف كيفاش نبينو كل وحده فيهم وصافي. هذا الشيء كيدار مع التمارين، حنا دابا غادي نديرو واحد المثال اللي غنفهمو منو شنو هي بوغني، كيفاش غنبين لكم باللي راه هي ماجوري هي مينوري، وغندوزو للتمارين ان شاء الله. المهم عندنا المثال، عندنا مثلا يو ان كتساوي لنا 2n موان ز سور ان، مثلا انا غندير الخدمه ديال المعكازه، انا نعطيكم واحد لاسيس اللي تقدروا تبقاو ديروه في الوسخ الا بغيتوا تبقاو تلقاو مينوري ولا ماجوري دغيا بلا ما تبقاو تقلبوا بزاف، حيت كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الاعداد، هو تيطلب منك عدد واحد قول لي بين لي راه بلي هي بوغني صافي، غير انت خصك تعطيه شي حاجه كيفاش جبدتي لي راه بلي هي بوغني تفهمنا. دابا مثلا انا مشيت لورقه الوسخ ديالي غندير ليميت ديال يو ان،
عندنا ليميت ديال هاد في ان بارتي هنا بلوس لانفيني ليميت ديال بلوس لانفيني ان طونفير بلوس لانفيني دو زان موان زان سيغ ان. عندنا حدودية على حدودية كناخدو أكبر حد على أكبر حد كتساوي لنا جوج. دابا شنو غنفهمو من هاد ليميت ديال ان طونفير بلوس لانفيني؟ يعني راه العدد اللي تقدر أكثر عدد أكبر عدد يمكن لها توصل ليه المتتالية أكبر عدد يمكن لها توصل ليه المتتالية في هاد الحالة هو جوج. هاد المتتالي أكبر عدد يمكن لها توصل ليه هو جوج. يعني شنو؟ جاوبني دابا نتايا، واش غادي يكون هاد العدد هو الماجورون ولا هو المينورون؟ واش هو الماجورون ولا المينورون؟ وكيفاش كنقولوا كيفاش كنكتبوا هذيك اللعيبه ديال راه ماجوري ولا مينوري؟ ترجع الا ما كنتيش فاهم الا ما جاوبتيش قبل ما نجاوبنا دابا خصك ترجع للتعاريف اللي درت وتفهم شنو هو الفرق ما بين ماجوري ومينوري، شنو هو الفرق ما بين اكبر واصغر ومينوري وماجوري. تفهمنا دابا عندنا كنقولوا راه باللي ليميت ديال ليميت ديال ان طونفير بلس لانفيني ديال او ان راه هي جوج. كيفاش دابا عندنا حنا مثلا هذا المعلم ياك، عندنا هذه هي هذا هو جوج، هذا هو جوج، هو هذا هو جوج ياك، هذا هو جوج، عندنا هذا واحد وهذا جوج. شنو كيقول لنا باللي هاد ليميت طونفير بلس لانفيني؟ يعني راه باللي هاد او ان راه طلعت تطلعت مثلا هذه هي اي زيرو، هذه هي اي واحد، هذه هي اي جوج، هذه هي اي ثلاثه، هذه هي اي اربعه ياك. ولكن ملي غتجي لهنا غتجي لهنا غتحبس هنا، ما يمكنش ليها تلقى شي فالو واحد اخر عندها هنايا الفوق، تتوصل لجوج صافي تتحبس كتبدا تهبط عاوتاني صافي، ولا كتبقى غادا كونستون على حساب، ولا كتحبس تما فهمتي. هذه هي راه ماجوري، يعني اكبر عدد يمكن لها توصل ليه هو جوج. يعني شنو غنكتبو؟ غنقولو غنكتبو باللي يو ان راه هي صغر من او يساوي جوج. دابا بغينا نشوفو واش هاد المتتاليه واش بغوني ولا ماشي بغوني. دابا حنا ملي لقينا راه باللي هاد المتتاليه راه ماجوري غنقولو باللي يو ان اي ماجوري باغ دو ياك. دابا انا بغيت نمشي نشوف واش مينوري ولا ماشي مينوري. علاش؟ حيت لسنا عرفنا باللي هي مينوري لقينا المينورون ديالها، راه غنقولوا راه باللي هذيك المتتاليه راه باللي هذيك المتتاليه راه بوغني. عندنا الشرط الاول راه حققناه، دابا غنمشي نشوف باللي هذيك المتتاليه واش بوغني ولا ماشي بوغني. انا كيبان لي هنايا كنقول باللي راه يمكن لي نعوض باول عدد اللي هو شنو. مثلا حنا عندنا هاد ان راه هو ان ابارتينا ان ياك، عندنا هاد العدد هاد ان راه ابارتينا ان ياك، يمكن لي نمشي نعوض انايا بزيرو ياك. ولكن اللي مشيت نشوف واش هنايا ان يمكن لي نعوضها بزيرو الفوق، يمكن لي نعوضها بزيرو. علاش الميد؟ حيت ما عندكش ما تعطيكش مشكل. ولكن واش هنا يمكن لي نعوضها بزيرو؟ لا، غندوزو للعدد الاول. يعني انا يمكن لي خصني هنا ندير ان اطوال، ما نديرش ان عاديه، خصني ندير ان اطوال. هاد ان ما يمكنش لها تكون كتساوي زيرو، غنمشي نعوض نشوف واش دير لي شي مشكل واحد اخر. عندنا دو زان موان زان سيغ ان، عندنا دو فوا ان موان زان سيغ ان سيغ ان هي شحال؟ عندنا جوج ناقص واحد على واحد هي شحال؟ هي واحد. يعني يو واحد ايكالا ان، دونك اول عدد يمكن ليها واصغر عدد يمكن ليها تكون تتساوي هاد يو ان هو واحد. يعني هاد يو ان اي مينوري باغ ان، دونك حنا استنتجنا بلي هي ماجوري اي مينوري. دونك من هاد واحد وجوج باش مابقاش نعاود الهضره، هاد يو ان راها راي بوغني. ويمكن لينا نكتبو الكتابه ديالنا اللي هي مثلا هكا واحد وجوج. تفهمنا؟ دابا انت هاد انت بشحال ما عوضتي غير هو خصو يكون عدد طبيعي، بشحال ما عوضتي غتعطيك ما بين واحد وجوج. هادي هي بوغني، هادي هو المعنى الحقيقه ديال بوغني. تفهمنا دابا؟ عرفنا شنو هي بوغني وعرفنا شنو هي ماجوري وشنو هي مينوري ياك، وعرفنا راه باللي الا بغينا نبينوها مينوري بوغني راه خصنا نكون نبينوها باللي هي ماجوري ونبينوها باللي هي مينوري، ولا بغينا نبينوها باللي هي ني با بوغني خصنا نبينوها وحده فيهم. تفهمنا؟ دابا غندوزو للتطبيق، غنكتب لي سويتش ونرجع لكم. هادو هما المتتاليات اللي غنخدمو اليوم. المهم انا نقراهم عليكم، اللي ما سمع شي حاجه يكتبها. المهم عندنا المتتاليه الاولى، عندنا ان كاري موان 5. عندنا المتتالية الثانية 2n سيغ 3n كاري بلس 1. عندنا المتتالية الثالثة اللي هي السينوس ديال n بي سيغ 2. عندنا المتتالية الرابعة اللي هي 1 سيغ n كاري بلس موان 1 دو توس n فوا n موان 1 n بلس 1. عندنا عاوتاني باللي المتتالية الخامسة اللي هي موان 1 دو توس n سيغ n بلس 1. عندنا المتتالية السادسة اللي هي 2 موان 1 سيغ لغاسين دو ان بلس 1. عندنا عاوتاني المتتالية السابعة والأخيرة اللي هي 3
الكولز ديال ان بي موانزه. المهم طريقه الخدمه باش تشد هادشي مزيان وتصانت ليا، هادشي غتشد ورقه وغتخدم هادشي، غتخدم هاد المتتاليات وغتقارنهم مع الاجوبه اللي غندير. فهمنا؟ واخ نقولوا انت ما فاهمش، ما فاهمش، ما عرفتيش منين تبدا هذيك انت المثال اللي درت لك قبيله، انت ما قنعكش، ما عرفتيش تخدم به. واخا هذيك المثال اللي درت لكم قبيله راه الخدمه اللي درت لي راه غير ديال شي واحد اللي معكاز، انا قلت لكم هادشي غير في الوسخ. تفاهمنا؟ غتشوفني دابا كيفاش غندير نخدم وغتبع معايا كيما درت غدير حتى نتايا وغتكمل على داكشي اللي درت. تفاهمنا؟ يلا نبداو. عندنا اول متتاليه اللي هي ان ايكالا ان كاري موان 5. كما قلنا كنبداو بشي حاجه اللي عندنا، ما كنمشيوش نتعلقوا في حاجه اللي ما عندناش، نقلبوا على شي حاجه اللي ما عندناش، كنبداو بشي حاجه اللي عندنا. عندنا هاد يو ان، واش يمكن هاد ان واش يمكن لها تكون كتساوي زيرو؟ والزيرو ديرنا هنا شي مشكل، يمكن لها تكون تساوي شي عدد طبيعي وما دايرش لنا المشكل. لا علاش؟ حيت هنايا عندنا ان كاري، واي عدد يمكن لينا نديرو ليه ان، نديرو ليه الكاري، اي عدد يمكن لي نديرو ليه كاري ونقسم منه خمسة وعادي ويعطينا عدد عادي. تفهمنا؟ غير هو ما خصوش خصو يكون في لونسومبل ديال لي نومبر ديال لي نومبر ناتوريل. تفهمنا؟ عندنا ان ابارتينا ان، دونك شنو عندنا ان كاري؟ ان كاري راه هي اكبر من او يساوي زيرو. علاش درت اكبر من او يساوي؟ علاش؟ راه حيت ان كاري عندنا ان كاري، وعندنا هاد الان راه يمكن لي يكون تيساوي زيرو، حيت زيرو كاري راه ايكالا زيرو. فهمنا؟ راه هاد دابا الخدمه اللي كندير راه ماشي بالضبط غتخدم بها غير في هاد المتتاليه وغتحبس. هاد راه كاينين شي حوايج اللي غادي يقدروا يتعاودوا عندك في تمارين واحد اخرين، في متتاليات واحد اخرين. يعني انت تتبقى تهز من هنا ومن هنا، تتجبد واحد تجمع واحد الباكاج اللي غيخليك اللي يخولك دوز امتحان وانت مرتاح. تفهمنا؟ دابا عندنا ان كاري اكبر من او يساوي زيرو. تفهمنا؟ عندنا ان كاري يمكن لينا نقصوا منه ناقص 5، ولكن لا نقصنا ناقص 5 من الطرف، خصنا نقصوا ناقص 5 من الطرف. تفهمنا؟ دابا ملي نقصنا هنا ناقص 5 خصنا نقصوا حتى في الطرف الاخر ناقص 5، كانت عندنا 0 0 ناقص 5 اللي هو هي ناقص 5. تفهمنا؟ دابا لقينا باللي هاد يو ان، هادي راهي كتساوي يو ان، هادي راهي يو ان. تفهمنا؟ عندنا يو ان راه اكبر من او يساوي ناقص 5. واش هاد ناقص 5 واش ماجور ولا مينور؟ واش هاد ناقص 5 واش ماجور ولا مينور؟ عندنا يو ان راه اكبر من او يساوي ناقص 5، وقلنا راه اكبر كتمشي لنا مع العكس، راه المينور راه يعني راه اقل عدد يمكن لها توصل ليه هذيك ناقص هذيك يو ان راه هو ناقص 5. تفهمنا؟ ملي كنعوضوا ان بالزيرو، انت ما تمشيش لهادشي، ما تمشيش بعيد، ما تبقاش تقلب. المهم انا غير بانت ليا قلتها، عندنا حنايا اقل عدد يمكن لينا نعوضوا ان نديرو في فات يو ان هو ناقص 5. تفهمنا؟ يعني كنقولوا باللي يو ان مينوري بار موان 5. هاد موان 5 هو ديك ام اللي كنا قبيله قلنا ديك راه هو ديك العدد. تفهمنا؟ راه وفي نفس الوقت راه باللي هاد ناقص 5 ملي هي راه كبر من او اكبر قطعا من مثلا نقولوا حنايا ناقص 6، يعني راه هذا مينوغي ديال هذا، راه هاد يو ان راه كبر من هاد ناقص 6. تفهمنا؟ عندنا دابا المتتاليه الثانيه، عندنا هاد المتتاليه اللي هي 2n سيغ 3n كاري بلس 1. شوف دابا قبيله خدمنا غير حدوديه، دابا غنخدمو حدوديه على حدوديه. عندنا حدوديه الفوق والحدوديه الثانيه والحدوديه التحت. كما علمتك غتبقى تخدم كل حدوديه بوحدها، ياك غتخدم كل حدوديه بوحدها، ولا كانت قسمه غدير القسمه، كانت ضرب غدير الضرب، كانت الطرح غدير الطرح. تفهمنا؟ دابا عندنا 2n سيغ 3n كاري بلس 1، عندنا 2n كبر من او يساوي زيرو. علاش؟ حيت ان يمكن لها تكون كتساوي زيرو، ها انت عندنا لعوضنا هنا بزيرو راه انت 3 في ان كاري راه بلس ان، راه كاين هذا الواحد ما خلاش عندنا المشكل. تفهمنا؟ عندنا 2n راه كبر من او يساوي زيرو، هذه تهنينا منها. دابا خصنا نمشيو نشوفوا 3n كاري بلس 1. عندنا 3n كاري، 3n كاري مثلا 3n كاري راه مثلا 3n كاري راه كبر من او يساوي زيرو كما قلنا، وبلس 1 3n كاري راه بلس 1، يعني 3n كاري راه بلوس راه اكبر من او يساوي 1. تفهمنا؟ كالكو سوا ان ابارتيان ان، وكالكو سوا هنا عاوتاني ان ابارتيان ان. تفهمنا؟ عندنا هادي وعندنا هادي. تفهمنا؟ دابا هادي يمكن لها تخرج لنا واحد القضيه واحده اخرى. علاش؟ حيت حنا عندنا هنايا 1 على 3 ان كاري، ما عندناش غير 3 ان كاري، عندنا 1 على 3 ان كاري بلوس 1. هادي راه ملي اللي خصك تفهم باللي راه ملي كنديروا المقلوب راه كنقلبوا تنقلبوا تالقوس،
تنقلبوا هذا. غير هنا عندنا واحد، مثلا كانت عندنا جوج غتولي هنا عندنا واحد على جوج، ولكن حيت عندنا واحد غتبقى لنا واحد، حيت واحد على واحد راه هي واحد. كنقلبوا القوس كنديروا واحد على واحد، كنقلبوا الرمز عندنا هي واحد واحد على واحد اللي هي كتساوي واحد، مشيت مع واحد على جوج. عندنا واحد على واحد اللي هي واحد، تفهمنا؟ انا غير باش نبين لك. عندنا دابا هنايا، ولكن حنا عندنا المتتاليه راهي دوزان سيغ طروازان كاري بلوس ان، ياك؟ هنايا راه عندنا غير دوزان بوحده خلينا، وعندنا هنايا شنو باش تولي عندنا هاد المتتاليه هي هادشي؟ شنو خاصنا؟ خاصنا هادي فوا هادشي، ياك؟ واللي خصنا نعرفوا واحد القضيه عاوتاني واحده اخرى، اللي هي راه هاد هادي راه ملي راه هاد 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 واحد على 3 ان كاري بلوس ان راه هي اكبر من واحد. علاش؟ راه حيت ان ما يمكنش تكون نيجاتيف، واصلا هي ان كاري، اصلا هي ان كاري، وعندنا بلوس ان، يعني هادشي راه ما يمكنش يكون نيجاتيف، يعني هادشي كله راه هو كبر من زيرو، كبر من زيرو، تفهمنا؟ عندنا هي ان سيغ 3 ان كاري بلوس ان. دابا ملي كنديروا المقلوب ديال شي حاجه لي بوزيتيف راه هي كتبقى صغر من زيرو، صغر من واحد، ولكن راه هي كبر من زيرو، تفهمنا؟ ها انت الزيرو، ها دابا عندنا راه بلي هي هاد دوزين راه كبر من الزيرو، وعندنا هاد ان سيغ 3 ان كاري بلوس ان راه كبر من الزيرو، يعني شنو؟ يمكن لينا هنا في هاد الحالة يمكن لينا نديرو ليهم الضرب بيناتهم باش نلقاو يو ان. كيما قلنا عندنا دوزين راه كبر من او يساوي الزيرو، وعندنا ان سيغ 3 ان كاري بلوس ان راه كبر من او يساوي الزيرو وصغر من واحد، عندنا هادو بجوج، هادشي كالكو سوا ان بارتي ان ان. يعني يمكن لينا نقولوا باللي دوزان سيغ 3 ان كاري بلوس ان راه كبر من او يساوي زيرو، حيت هذه كبر من او يساوي زيرو وهذه كبر من او يساوي زيرو، المضروب ديالهم بعضياتهم راه يمكن راه كبر من يساوي زيرو، تفهمنا؟ دابا الا كانت عندنا مثلا هذه مثلا واحد، وهذه حتى هي واحد على جوج، واحد في واحد على جوج هي واحد على جوج راه كبر من زيرو، تفهمنا؟ دابا هذه كنستنتجوا راه باللي هي يو ان، يعني يو ان راه كبر من الزيرو، يعني هي شنو؟ راه اقل عدد يمكن لها توصل ليه اللي هو الزيرو. هادشي باش انا حيت باش ما تبقاش تحفظ خاصك هكا كيفاش تعقل، تفهمنا؟ باش ما تبقاش تحفظ هادشي كيفاش خاصك تبقى تعقل. عندنا يو ان راه اصغر عدد يمكن لها توصل ليه هي الزيرو، يعني راه المينوغون ديال هاد المتتاليه هادي راه هو زيرو، يعني يو ان مينوغي باغ زيرو. غنقول لكم واحد القضيه، راه يمكن لينا نبينوا هاد المتتاليه باللي هي ماجوري، ولكن ما نخدمهاش انا، غنقول لكم نتوما اللي غتشوفوا تجبدوها، تفهمنا؟ يلا ندوزو للمتتاليه الثالثه. عندنا هاد النوع الثالث ديال المتتاليات، النوع ديال الثالث ديال المتتاليات غادي نقول لكم فيه واحد القضيه، باللي انا راه مقاد واحد الفيديوهات هما يطلعوا لكم من فوق هنايا، راه فيهم كاع الانواع ديال ديال الدواء اللي تحتاجهم في سوبيريور، واللي خصك تكون عارف، وشملت فيهم كاع الالين ليكسبو الدواء المثلثيه، اي حاجه اي حاجه تحتاجها تلقاها في هذوك الفيديوهات اللي حاطهم تما. دونك تدخل غتلقى البلاي ليست، غتلقى هذا الفيديو اللي غيديك لهذيك البلاي ليست، وكاع اي حاجه غتحتاجها في هذيك في السيبيريور غتلقاها تما، اي حاجه غتحتاجها في هذيك السيبيريور غتلقاها تما، يعني ما تحتاجش تبقى تقلب بزاف يوتيوب ولا شي حاجه تمشي تقلب في شي سونتر ولا شي حاجه، اي حاجه غتحتاجها غتلقاها في القناه ديالكم ولا غتلقاها في هذيك البلاي ليست كما قلت لكم، تفهمنا؟ المهم عندنا سينوس ديال ان بي سيغ دو، شنو خصني نكون عارف على هذا الدوال؟ من بعد ما غادي تتفرج في هذاك الفيديو غادي يكون عندك القابليه باش تجبد باش تجاوب على اي سؤال جاك من في هذه المتتاليات، كاع هذاك الشيء خصك تكون عارفه على هذا الدوال تلقاه، سواء في الدرس ديال الدوال ولا سواء في الدرس ديال المتتاليات، انتم كيما شفتوا راه تقدروا تصادفوهم، يعني خصك تكون عارف هذاك الشيء اللي داير لكم في هذوك الفيديوهات. المهم عندنا سينوس ديال ان بي سيغ دو، اللي خصنا نكون عارفين باللي السينوس كالكو سوا هذاك الشيء اللي كاين الوسط، هذاك الشيء اللي كاين هنا الوسط، هذا الشيء اللي كاين هنا الوسط كما كان، هاد السينوس ديما راه محصور ما بين موان زان اي ان اويغا موان زان اي ان، حيت علاش؟ حيت عندنا الزيرو، عندنا السينوس ديال الزيرو راه هو زيرو، ولكن عندنا السينوس ديال بي السينوس ديال بي سيغ دو راه هو ان، والسينوس ديال موان بي سيغ دو راه هو موان زان، تفهمنا؟ المهم ما علينا، دابا عندنا السينوس ديال ان بي سيغ دو كالكو سوا ان ابارتي انا ان، ياكو؟ دابا هنايا ما نحتاجش نمشي نبقى نقلب ونمشي نقاد الاخر باش نقلب على الماجور ولا المينور، هنا صافي، هنا ملي تلقى غير سينوس راه تنقول ربي اللي هي راه ماجور ولا مينور بموان زان، تفهمنا؟ يعني هي راه بوغني،
هاد المتتالي عطاو لكم ساهله، ولكن مثلا عطاونا هنا موانزا، مثلا عطاك هنا سينوس ديال ان بي سور دو موانزا، غادي تنقص هنا موانزا، غادي تنقص هنا موانزا، غادي تنقص هنا موانزا، وهاد الاطراف هادو غيتبدلوا لك وصافي، غتلقى الماجور والمينورون ديالك جداد صافي. راه كاينه متتاليه واحده اخرى راه حطيتها لكم في ديك المتتاليه اللي عطيتكم قبيله، وغادي وفيها هاد القضيه، غير هي فيها الكوسينوس، راه بحال سينوس بحال الكوسينوس نفس الخدمه، وغادي وغادي تطبق على هادشي اللي قلت لك دابا، وغتلقى الماجور والمينورون ديالك. المهم ندوزو المتتاليه الرابعه دابا. دابا ركزوا معايا بزاف في المتتاليه، علاش دابا غنسولك اي عدد والزيرو، اي عدد والزيرو شحال كيساوي؟ كيساوي لنا واحد، هذه خصك تكون عارفه قبل ما تقرا الباك وقبل ما تدخل كاع تقرا كاع اي حاجه. والزيرو كتساوي لنا واحد كما كانت هذه الحاجه، 10 والزيرو كتساوي واحد، واحد والزيرو كتساوي لنا واحد، تفهم؟ واي حاجه اوز واحد كتساوي لنا راسها، تفهمنا ياكو؟ دابا عندنا موانزا دو توس ان، غنسولك اللي كيتفرج فيا دابا، واش هاد ان شنو شنو يمكن لها تكون كتساوي؟ واش عدد سالب؟ لا، تقول لي لا، علاش؟ حيت عندنا كالكو سوا ان ابارتينا ان، واخا حيدنا عندنا هاد المشكل، تفهمنا؟ علاش؟ حيت دابا الا كانت يمكن لها تساوي عدد سالب، هاد موانز دو تو اوس اغ مثلا اللي تكون عدد سالب يمكن لها تهبط لتحت، هذيك الساعه غتخدم خدمه واحده اخرى، تفهمنا؟ ولكن دابا شنو؟ عندك غير موانز دو تو اوس ان، هاد الاد ان يمكن لي يكون بوزيتيف، ولكن عندك جوج حالات، يمكن لي هذاك ان يكون بير زوجي، ويمكن لي يكون امبير فردي. غتقول لي ملي غيكون بير، ملي يكون بير، ملي يكون زوجي موان زان اوس عدد فردي اوس عدد زوجي، راه غتبقى غتكون تساوي ان، ولكن موان زان اوس عدد فردي شنو غتكون كتساوي لنا؟ موان زان، يعني موان زان دو توس ان راه محصورة ما بين واحد وناقص واحد، اوي قال فهمنا. وعندنا موان زان دو تو او زيرو راه هي واحد، تفهمنا؟ دابا انا غتقول لي بلي هاد المتتاليه ما فيهاش غير هاد موان زان، فيها ان بلس ان. واخا نقول لك واحد القضيه، راه قبل ما تقسم خاصك تعرف هذاك الشيء اللي غتقسم عليه، هذه قاعده خوذه، ملي تبغي تقسم على شي حاجه ويكون عندك الاقواس، اول حاجه خصك تشوف الاشاره ديالها واش غاديك الاقواس غيتبدل، وثاني حاجه تشوف واش هذاك الشيء راه واش هذاك الشيء كيساوي زيرو، خاصك تقول خاصك تحيد هذوك الحالات اللي يمكن لها تكون تساوي الزيرو عاد تمشي تقسم عليها، ما تمشيش تقسم نيشان، فهمنا؟ عندنا هنا واش يمكن لهاد المقام هذا اللي لتحت يمكن ليه يكون تساوي الزيرو ولا؟ علاش؟ حيت واخا نعوضوا مثلا هنا ان بزيرو، حيت اقل عدد يمكن لها تكون كتساوي ليه هنايا هو زيرو، عندنا هنايا لا عوضنا هنا بزيرو، زيرو بلس ان هو ان، يعني واخا نقسموا هنا لا ان راه عاديه ما عندناش المشكل، واخا تفهمنا؟ واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ان راه توجور بوزيتيف، ياك؟ عندنا زيرو بلس ان راه هو ان، وان بلس ان راه هو دو، وغادي حنا تنزيدوا، ياك؟ يعني يمكن لينا نقسموا على بلس، ولكن من الاحسن تقولها لي، تفهمنا؟ دابا كما قلت لك هذاك الشيء اللي خليت لك غتخدمو، ولا لقيتي شي مشاكل غتخليهم ليا في لي كومونتير، تفهمنا؟ وضروري لقيتي شي مشكل تخليه ليا في لي كومونتير، باش لا تزدتي حاجه من هنا لقدام راه حتى هادشي غادي ما يبقاش يعجبك. المهم الدراري كان هذا هو الدرس ديال اليوم، ما تنساش ديروا لايك وكومنت زوين وتابوناو الى كنتو باقي ما تابونيتوش باش يبقى يوصلك الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم باش نعرفهم حتى هما ويستافدوا وتكبر لا فامي، واهم حاجه هي تكبر لا فامي، ركزوا لي عليها كما تنقول لكم. يلا الدراري تهلاو ليا فراسكم.